رد فعل غريب من هنا شيحة على علاقتها بنجل شقيق إلهام شاهين وتثير الجدل. عادت الفنانة هنا شيحة لتثير الجدل مجددا بعلاقتها بمحمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بعد ظهورها معها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. شاركت هنا شيحة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية، وظهرت هنا شيحة على السجادة الحمراء برفقة محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين لتؤكد بذلك الأخبار التي أثيرت حول وجود قصة حب تجمعهما. وأطلت هنا شيحة بفستان أسود بكتف واحد ومفتوح لأعلى الساق، وتعد هذه الإطلالة الأجرأ لها خلال حفلات المهرجان. ورفضت الفنانة التعليق على علاقتها بنجل شقيق الفنانة مكتفية بابتسامة ثم غادرت وحدها. هما فين؟ وانتشرت الفترة الأخيرة شائعات عن ارتباط الثنائي بسبب تواجدهما معا في أماكن مختلفة ليكون مهرجان القاهرة السينمائي أول ظهور رسمي لهما. كما ظهرت الفنانة هنا شيحة في لقطة رومانسية مع محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين وحفيد الفنانة الكبيرة الراحلة زهرة العلا على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 وفي مقطع فيديو نشرته الإعلامية إنجياري عبر حسابها على إنستجرام. زهرت هنا مع محمود شاهين وهما يتبادلان الحديث وقيامه بمسك يديها. وانتهى مساء الخميس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي حضره عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، منهن يسرى وليلى علوي ونيلي كريم ودرة لبلبة غدا عادل إلهام شاهين أحمد الفيشاوي وزوجته محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، المخرجة ساندرا نشأت، سمية الخشاب، رانيا يوسف، كما حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. وفازت النجمة إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم حظر تجوال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 على 83 فيلم من 43 دولة. وتختتم فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، ونقل الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة DMC، وتم خلاله توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة. Thank you.